خلونا دلوقتي نتابع مع حضرتك متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي، وسعر البيع 19 جنيه 51 قرش و 19 جنيه 44 قرش للشراء. اليورو 19 جنيه 28 قرش للبيع، 19 جنيه و 20 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 13 قرش للبيع و 22 جنيه و 4 قروش للشراء. والفرنك السويسي 19 جنيه 98 قرش للبيع و 19 جنيه 89 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 76 قرش للبيع و2 جنيه 75 قرش للشراء. الريال السعودي 5 جنيه و18 قرش للبيع و5 جنيه و16 قرش للشراء. الدينار الكويتي 63 جنيه 15 قرش للبيع و62 جنيه 82 قرش للشراء. الدرهم الاماراتي 5 جنيه 31 قرش للبيع و5 جنيه 29 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده، عيار 18 سجل 971 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1133، عيار 24 سجل 1295، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 9064 جنيه. بكده طمنا حضراتكم عن حاله او اسعار صرف العملات النهارده وكمان اسعار الذهب. هرجع مره تانية لاحمد بسنت عشان نبدا معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك.